السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم قناة تفريمات. مثل ما شفتوا في عنوان الفيديو، هذه اللعبة الجزائرية أدهشتني بالفعل، لهذا أدعوكم أنكم تشاهدوا هذا الفيديو للأخير لأنه سيكون مميز جدا يا جماعة. بالطبع الكثير يتساءل لماذا أتحدث باللغة العربية، لماذا أتحدث باللغة العربية عوض الدارجة أو اللهجة الجزائرية؟ أول شيء لكي يصل الفيديو إلى غير الجزائريين، يعني من غير الجزائريين. بالطبع الجزائريين يفهمون اللغة العربية أكيد جدا، ولكي يكون الفيديو منتشر عبر العالم يجب علي أن أتحدث بالعربية. بالطبع هناك من سيأتي إلى التعليقات ويقول لي أنت لا تفتخر بلهجتك، بالعكس أفتخر باللهجة الجزائرية والحمد لله أني جزائري، لكن هدفي هو الوصول بأكبر عدد من الناس حول العالم، لهذا أتحدث باللغة العربية وأترجم الفيديوهات لأكثر من 20 لغة. اضغط على رمز الترجمة وستلاحظ ذلك، هناك 20 لغة فما فوق. واخترت في هذا الفيديو لعبة جزائرية يقال أنها مميزة جدا. المهم يا جماعة شاهدوا الفيديو الأخير ولا تبخلوا علينا باللايك، الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ومشاهدة الفيديو الأخير فضلا وليس أمرا، وشكرا على كل الدعم والتفاعل في الفيديوهات السابقة. ربي يحفظكم، ربي ينوركم، دعوني لا أطلع عليكم، يلا بنا. اوكي، مثل ما تشاهدون هذه واجهة اللعبة، لعبة مواطن. قصة اللعبة لعبة جديدة، المتحف تابعون دعمنا. اوكي، رابط هذه اللعبة في الديسكريبشن يا جماعة ولا في اول تعليق، حملوها ولعبوها انها مميزة جدا من افضل الالعاب الجزائرية حاليا. في وقت كانت في البلاد تمر بمرحلة صعبة، انتشر في الجرائد خبر عن شخص يدعى عثمان قام بتشكيل مافيا لأهداف غير معروفة. كانت المعلومات المذكورة عن هوية عثمان قليلة جدا، إلا أنه قد يثير الرعب. أوكي ما قريناها. ويسيطر على مناطق عديدة في فترة وجيزة. أما أنا أول مرة سمعت بالموضوع نهار اللي فقت فيه صوت سيارات الدرك والشرطة. أوكي الكلمات غير واضحة. مكان ضواحي العاصمة الجزائر. اوكي 7:30 بتوقيت الجزائر. اوكي سيارة الدرك الوطني يا جماعة. اوكي في بعض الكلمات لن يفهمها من غير الجزائريين، ان شاء الله راح استطيع ان ترجمها. ماذا يوجد؟ اوكي اضغط. كيف تلعب؟ تمام. اوكي هذه عجوز. صباح الخير بني، وين راك رايح؟ يعني الى اين انت ذاهب؟ الحالة راها مخلطة واللي الدارك، يعني الاوضاع ليست جيدة، عد الى منزلك. ماذا يوجد؟ علاه واش كاين؟ واش دخلك؟ علاش واش كاين؟ ماذا يوجد؟ ماذا هناك؟ احترس من عثمان، رد بالك من عثمان. اوكي صحيح، شكرا يا الحاجة، شكرا. اعطيني دواء يا حاجة. ما نقدر نضرب الحاجة. تدعي علينا دعوة الشر يا جماعة. من هذا؟ اوكي هذا ميكانيكي يا جماعة، اسمه قدور. انا اسمي قدور الميكانيسي، يعني ميكانيكي حلمي نولي رئيس جمهورية. تقدر في الاحلام. اوكي الدولة اعلنت حالة طوارئ بسبب عثمان، هذا اسوأ وقت ممكن الواحد يخرج فيه. 25 اوكي هذا الفيديو اللي نسجله يوم الخميس، الجمعة راح يكون هؤلاء اشخاص من هنا. اوكي يا جماعة هذا يبيع مواد التنظيف. شكون عثمان؟ من هو عثمان؟ انا والله ما على بالي، كنت في الماسنجر. يعني هذا لا يعرف اي شيء. لا ترمي الزبالة. الحو الحشة الحو. الجزائر مصر 3-0. اوكي ماذا يوجد؟ حاجة تلمع يا جماعة. نقود جزائرية 200 دينار جزائري. اوكي من هذا يا جماعة؟ عندك طيه بنيش حامل لي قالوا نخدموها ما خدموهاش. ايه الحفرة يا جماعة، الحفرة يا جماعة. اوكي لازم جيد، يعني عميم لم يرمموا تلك الحفرة. من هذا؟ حقرونا. ماذا بك؟
ومن قام بإزعاجك أو حقرك يعني؟ يحقرون صديقي. 1-2-3 فيفا الجيري. أوكي عثمان مطلب العدالة. الصورة ليست واضحة. من هذا عثمان؟ مليار دينار لمن يلقي القبض على عثمان. أوكي رد بالك، هذه البلاصة فيها غير ولاد الحرام، يعني أشخاص خاطرين يا جماعة، هناك أشخاص خاطرين. أوكي أوكي هنا الله هذا هما. احبس كاميراك، أنا هو الرجل تاع الحومة، هات واش عندك. أوكي هذو يحبوا ياخذوا فلوسي وياخذوا كل شيء يا جماعة. أوكي راح أرد عليه، أنت رجلة اليوم تموت إن شاء الله بربي. إن شاء الله بربي. الله 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 الله، لا 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 ضربني بسكينة يا جماعة. يا الله يا الله. اوكي قارورة مي، مويا مويا. يا سلام قبيض عليه يا جماعة، قبيض عليه. 10 دينار هذا ما عنده. اوكي اوكي دم يا جماعة. قارورة ما قضيت عليه بسرعة. يا الله قضى علي يا جماعة، والله صعب، لقد مت. راهم يأكلوا كسكسي في جنستك. ممكن استعمال التنقل السريع تجنب الهجمات القفزة العالية مسافة أطول. اوكي لك عدنا اللعبة من جديد. يعني هذا من سوء اللعبة انك تعيد المهمات من جديد. اوكي وصلنا الى هنا يا جماعة. شو خايفين يا جماعة؟ تعال 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 اشبعك حب، اشبعك ضرب. راح لوك، هذا خطير يا جماعة، خطير خطير خطير. اوكي جيد، اخذنا كل فلوس ويلا. رياض مارز، ما اسهل الاقلاع عن التدخين. لو 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 اوكي تعال 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 موت موت. لا 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 جيد 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 موت. لا 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 موت. لا 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 موت 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 موت. والله خطير، يا رب يا رب ان شاء الله ما نموت، ان شاء الله ما نموت. يلا ما كان تسجيل ولا شيء. لا 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 لا. 4 اشخاص
لحظة لي يا جماعة، لكن قصنا مكان تسجيل يا جماعة. موت ويو موت 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 راح اعيد من جديد يا جماعة. والله فتها بدون ما أراها. يا رب يا رب يا رب مكان حفظ اللعبة يا رب. لا 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 هو يس يا سلام. وأنهينا هذا الجزء يا جماعة. لا ما كل الحفظ يا جماعة. لا 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 هذا المعضل. معضل هذا يا جماعة. اوكي يبدو كأنه سهل يا جماعة، سهل ايزي بيزي. والله الله الله يسامحك اللي صنعته. الله يسامح. والله نريد مكان للحفظ. اوكي لا 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 صعب هذا. يلا يا رب صبرني يا الله، صبرني على هذه اللعبة. اوكي يا جماعة وصلنا لنهاية هذا الفيديو. صراحة هذه اول تجربة لي لهذه اللعبة الجزائرية. صراحة اذهلتني صعوبة في اللعب، تحدي انك ما تموت. المهم يا جماعة وصلنا لنهاية هذا الفيديو. لا تبخل علينا باللايك، الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. شكرا لمن شاهد الفيديو الاخير، شكرا لكل من يحفزنا. ورابط هذه اللعبة في الديسكريبشن ولا اول تعليق. يلا حملوها ولعبوها، وشكرا للصنحة، ونتمنى له المزيد من النجاح ان شاء الله، المزيد من الالعاب ان شاء الله. نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. اعتنوا بانفسكم جيدا. السلام عليكم.